محمد عبد المنعم مشاركته النهارده كانت تقلق شويه، الخوف كان ان هو ايه ما عداش في مركز زي الايمن، خبراته ممكن ما تسمحلوش انه يشارك كاساسي. يا عم زق محمود علاء، هو عنده خبرات حتى لو مستواه في الفترات الاخيره ما كانتش جيده، بس محمد عبد المنعم عمل النهارده مباراه محترمه. محمد عبد المنعم بالمناسبه يعني قبل ما يجي الجون يا عمرو، فانا قاعد بتفرج على الكورنر، فحسن ابني قال لي انا نفسي محمد عبد المنعم يجيب جون، فوالله العظيم يعني. فبقول له ليه؟ قال لي مش عارف، انا بحبه كده، حاسس ان هو كده طيب. فالمهم فالجون جه، فهو قام، فبقول له على فكره محمد، قال لي ده السوليه اللي جاب الجون، قلت له على فكره محمد عبد المنعم اللي جاب الجون. صح، عشان هو الكاميرا جت على السوليه بالظبط. فهو فعلا لعيب ملتزم قوي، صح، ولعيب عارف امكانياته كويس قوي، عشان كده ادى بشكل كويس ده، وربنا كرمه ان هو جاب جون. فما كانش بالنسبه لي انا عندي قلق، لكن انا كان عندي قلق من مركز ستة. مركز ستة. طب اجي لك في مركز ستة. أوكي. بس عايز اخد برضو كابتن عمرو معانا يعني. أوكي. بساله على محمد عبد المنعم بشكل مباشر. أوكي. يعني امكانيات محمد عبد المنعم كمدافع، احنا دلوقتي فرحانين بيه كلنا انه جاب هدف الفوز، رايك ايه بقى في محمد عبد المنعم كمدافع، امكانيات مدافع؟ بص، هو بيتطور. ودي حاجه كويسه جدا ان هو دخل يعني صف اللعيب الدولي دوت، ده حاجه مش سهله ان انت بتلعب في بطوله افريقيا ومع نجوم كبيره وهو اصلا سنه صغير. فاعتقد ان دي خطوه مهمه جدا في حياته، ان هو يحرز هدف النهارده ويبقى هدف الفوز ده يدي له دفعه كبيره جدا. النهارده بدايات كل السردباكات اللي بتلعب، فبرضه انت بتبقى حاطط ايدك على قلبك بشكل كبير جدا. صح. فبجد يعني كتر خيره النهارده، اقرب واحد لحارس المرمى يعني، الغلطه بتاعته بجول. ما انا بقول لك. وبعدين هو مميز يعني، حتى في استلامات الكوره، في التسليم والتسلم، في الرقابه، لا هايل. بس هقول لك حاجه وصححها لي انت بقى، دي حتتك، مش بحسه او لسه يعني مش حاسه اجريسيف قوي يعني، لما تبقى الكوره مكسوف. خلي بالك، لا هو مكسوف. لا انا هقول لك يعني مكسوف شويه. هقول لك حاجه، ارجع للونش كده زمان مع الزمالك. صح، ارجع. صح، هتلاقيه ده مثل عظيم يعني، كنا بنقول عليه غشيم. بيدخل في كور وضربات جزاء بشكل كبير جدا يعني، لكن دلوقتي الونش لا، بقى راجل مدافع فاهم، عنده خبرات، كل ده تراكم خبرات. فاعتقد ان ده لعيب يعني مميز جدا ومستقبل واعد لمنتخب مصر. وخلي بالك الحته دي احنا عندنا مشاكل فيها كبيره جدا على مستوى السنين اللي فاتت كلها. يعني من زمان واحنا بنقول عندنا مشاكل في الدفاع. صح، فظهر لنا لعيب خامه كويسه تقدر يعني تبني عليها. صح. ياخد خبرات، هيشتغل. صح. بشكل جيد. لا بصراحه انا مبسوط له، مبسوط لعمر كمال. عمر كمال عبد الواحد بصراحه النهارده ادى برده بشكل كويس، وبرده وجوده في منتخب مصر وفي ظل البطوله القويه ديت، اعتقد ان بتكتسب خبرات بشكل كبير جدا.